السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول، مرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية. موعدنا اليوم مع حرف الميم. موعدنا مع حرف الميم. وقبل أن نبدأ، هيا إلى الإملاء اليومي. هيا إلى الإملاء اليومي. كلنا يكتب لبسا. كلنا يكتب لبسا. اختبر معلوماتك أو اختبر كتابتك، وكل يصححه لنفسه. كلنا يكتب لوبيسا. كلنا يكتب لوبيسا. صحح لنفسك. كلنا يكتب لمسا. كلنا يكتب لمسا. والآن صحح لنفسك. الكل يكتب لوميسا. لوميسا. أحسنتم، كلنا يصحح لنفسه. علي، ماذا يوجد في الصورة؟ ماذا يوجد في الصورة؟ أحسنت يا علي، في الصورة مسجد. في الصورة مسجد. عبد الرحمن، بماذا بدأت كلمة مسجد؟ بما بدأت كلمة مسجد؟ بأي حرف؟ أحسن، بحرف الميم. ميم مسجد. كلنا يضع دائرة حول صورة المسجد، وكلنا يلون المسجد. الكل يلون المسجد. وبعد أن نلون المسجد، نلون حرف الميم. الكل يلون. أين الصورة التي تحوي حرف الميم؟ عندنا صورة فلفل وصورة باذنجان وصورة ماوس. أين الصورة التي تحوي حرف الميم؟ عبد المحسن، تفضل يا عبد المحسن. أحسن، موز. موز هي التي تحوي حرف الميم. كلنا يضع خطا تحت الموز. كلنا يضع خطا تحت صورة الموز. كلمات بها حرف الميم. الكل يسمع جيدا. حمد، حمادة، حامد، حمود، مرض، مريض. حمد، حمادة، حامد، حمود، مرض، مريض. هيا بنا إلى مواضع حرف الميم. الموضع الأول، الميم في أول الكلمة. الميم في أول الكلمة. مثل مسلم، ميدان، مدير، محمد. الميم في أول الكلمة. مسلم، ميدان، مدير، محمد. وعندنا الميم في وسط الكلمة. نسير على السطر ثم نرسم الميم ثم نسير على السطر مرة أخرى. مثل الميم في وسط الكلمة. مثل حمد، سامح، حمود، الرحمن. حمد، سامح، سمح، حمود، الرحمن. الميم في وسط الكلمة. الميم في آخر الكلمة ملتصق بما قبله. الموضوع الثالث، الميم في آخر الكلمة ملتصق بما قبله. مثل رسم، وسام، غنم، غنيم. رسم، وسام، غنم، غنيم. الموضع الرابع، للميم في آخر الكلمة غير ملتصق بما قبله. قبله الألف أو الواو أو الدال أو الذال أو الراء أو الزاي. مثل حسام، قبله مد بالألف. زحام، كلام، رسوم. الميم في آخر الكلمة غير ملتصق بما قبله. حسام، زحام، كلام، رسوم.
أصوات حرف الميم. هيا بنا نتعرف على أصوات حرف الميم. الميم بالفتح، حركة الفتح تعطينا الصوت ما، والميم بحركة الضم تعطينا الصوت مو، والميم بحركة الكسر تعطينا الصوت مي، ما مو مي. هيا بنا نردد نشيد حرف الميم. أنا حرف الميم، عندي ثلاث حركات ما مو مي. أنا حرف الميم، عندي ثلاث حركات ما مو مي. إذن كم حركة لحرف الميم؟ من يجيب؟ خالد تفضل. أحسنت يا خالد، ثلاث حركات لحرف الميم، ثلاث حركات ما مو مي. ما الميم بحركة الفتح، ما مثل مرح مرحو، مسك مدح، ما مرح ما مرحو، ما مسك ما مدح. الميم بحركة الضم مو، تعطينا الصوت مو، مثل مدحة مسلم مبارك، مو مدحة مو مسلم مو مبارك. الميم بحركة الكسر تعطينا الصوت مي، مثل سمحة حمدة مرفق، مي سمحة مي حمدة مي مرفق، ما مو مي. لحرف الميم ثلاث حركات ما مو مي. لحرف الميم ثلاثة أصوات ما مو مي، ما مرحو، ما مسك، ما مدح، مو مدح، مو مسلم، مو مبارك، مي سامحة، مي حمدة، مي مرفق. هيا نكون كلمات من أصوات حرف الميم. هيا نكون كلمات من أصوات حرف الميم. من عنده كلمات بها أصوات حرف الميم؟ خالد تفضل. محمد أحسنت. علي حمد أحسنت. إبراهيم مساحة ممتاز. خالد مسلم أحسنت، أحسنتم جميعا. مساحة حمد حسامة مسيحة حميدة حسيمة. مسح مسيحة حمد حميدة حسم حسيمة. مسح مسيحة حمد حميدة حسم حسيمة. تدريبات على حرف الميم. كلمة مدح ينقصها صوت، من يذكره لي لأكتب الرمز؟ إبراهيم أحسن. ما مدح. كلمة محمد ينقصها صوت، من يذكره لي؟ فارس أحسن. مو محمد. كلمة مرفق ينقصها صوت، مشعل. مي مرفق أحسن. ما مدح. مو محمد مي مرفق. هيا بنا أبنائي نستمع إلى نشيد الحروف. ألف باء تاء ثاء جيم حاء حاء دال دال راء زاي زين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين ثاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب
باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه المال. تاء ثعلب صاد دجاجة وهو ماكر وقت الحاجة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة في طواف حول الكعبة. خاء خبز عند الباء لا يأكله إلا الجائع. جال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. جال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. زاي زهرة أصفر أحمر وهي بعيني أجمل منظر. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد قا ضاء عين غين فاء قاف كاف لام الميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد السمكة. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرى سكني. ضاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل. ضاء ظفر نظفنا قال قليلا فقصصنا. عين عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا. غير غار غار حراء فيه أنزل القرآن. فاء فيل ذو أنياء وهو صديق يا أصحاب. قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. لام اللحم لينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسماء. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. نون نهر نهر لي فهو كريم غير بخيل. هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة. واو وجه للإنسان فيه إشراق بالإيمان. ياء اليد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. إلى هنا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.